دكتور مصطفى، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد تراجع معدل البطالة إلى 7.2% من إجمالي قوة العمل رغم تداعيات كورونا. شايف ده إزاي؟ وإزاي ده بيعبر يعني هذا الانخفاض عن تعافي الاقتصاد الوطني؟ تمام. حضرتك، إحنا شايفين خلال الست سنوات الماضية الدولة عازمة على توسيع قدرة الاقتصاد المصري من خلال التنوع الهيكل الاقتصادي والإنتاجي، والدولة حاليا شايفينها بكل الوزارات في تناغم وتناسق وتكامل ما بين كل خطط الدولة في الإطار العام للدولة من خلال استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. فطبعا الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات البطالة بتلك الوتيرة من أهمها طبعا المشروعات القومية الكبرى اللي بتستوعب الكثير من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، بالإضافة إلى جانب السياسات الاقتصادية اللي اتبعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة في مواجهتها مع أزمة كورونا. شهدنا في دعم ومساندة لقطاع الصناعة من خلال خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، خاصة للصناعات اللي زي الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك اللي بيعتبر الغاز الطبيعي عنصر أساسي في عملية التصنيع، وده بالتبعية بيقلل من تكاليف الإنتاج لتلك الصناعات وبيزود من قدرتها الإنتاجية في المنتجات، وبالتالي بيساهم ده بتوفير فرص عمل أخرى. إلى جانب أن أسعار الفائدة اللي تم تخفيضها خلال الفترة الماضية من أول بداية الجائحة 3% وبعد كده 0.5% في 0.5%، ده أدى بالطبع إلى زيادة تشجيع المستثمرين على الاقتراض وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة فرص العمل. طبعا في التوقيت ده الدولة كانت انتهجت سياسة الإغلاق الجزئي، وده طبعا أثر على قطاع الخدمات اللي بيساهم أو بيستوعب 3.5 مليون مواطن. طبعا بعد عودة تشغيل الأنشطة الاقتصادية طبعا رجعت تاني الأنشطة الاقتصادية تشتغل وتستوعب الكثير من فرص العمل، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع معدلات البطالة إلى 7.2 بناء على إعلان الجهاز المركزي، الجهاز الإحصاء للتعبئة العامة والإحصاء. إزاي ساهمت الدولة في الحفاظ على العمالة من التقليل يعني على إثر هذه الجائحة؟ طبعا الدولة في هذا الإطار اتجهت العديد من الإجراءات الداعمة والمساندة للأنشطة الاقتصادية عشان تقدر تخليها تستمر ويبقى عندها استدامة على الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على كافة العمالة الموجودة. بل بالعكس، زي ما ذكرت، في انخفاض أسعار الفايدة ودعم أسعار الطاقة وخفضها من 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 مليون وحدة حرارية، ده ساهم بالفعل على الحفاظ على العمالة اللي موجودة في تلك القطاعات، بل ساهم في توليد فرص عمل جديدة أدت إلى زيادة أعداد المشتغلين في الاقتصاد المصري. وبالتالي ده الرؤية الأساسية لأي مشروع بيتم تنفيذه حاليا من قبل الحكومة المصرية. أولا، بأي مشروع بيهتم بزيادة القدرات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة، والمحور الثاني توليد فرص عمل، لأن دايما توليد فرص العمل ده أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة في البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وخطة التنمية المستدامة حتى متوسطة الأجل كان من ضمن المحاور أن يتم توفير 900,000 فرصة عمل سنويا. وبالتالي اهتمام الدولة دائما في حرصها على توليد فرص العمل المباشرة والغير مباشرة بتكون من أولى اهتماماتها، لأن ده بيعد من أحد
تحقيق المفهوم الخاص بالنمو الاحتوائي. احنا دلوقتي بنشهد طفرة اقتصادية في كافة المجالات، اذا كنا بنتكلم على قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع التشييد والبناء. وبالمناسبة الثلاث قطاعات دول هم اللي ساهموا بأثر كبير في انخفاض معدلات البطالة، وبالتالي النمو الاحتوائي اللي بتنتهجه الدولة حاليا في توزيع عوائد تلك النمو الاقتصادي اللي حصل خلال الفترة الماضية، ان هو ينصب ويتوزع بشكل عادل على كافة الشرائح، ومن ضمنها ايجاد فرصة عمل اللائق، وده احد اهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030.